بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نكتب الستايل باستخدام الـ CSS. في البداية بدنا نختار عنصر ونطبق عليه الستايل. طيب كيف؟ أول إشي احنا في عنا هنا الهيدر 1، هاي محمد السيد، ناديت على الهيدر 1، بعدين فتحت كيرلي براكت، هاي بسموها أقواس متعرجة، بسموها كيرلي براكت. أول إشي اختيار للـ H1 معناته Selector، فبختار Selector Element. اخترت الـ H1، طيب تمام، واتفقنا أن هدول الثنتين هم عبارة عن Curly Bracket. داخل الـ Curly Bracket بكتب الـ Style أنا بدي إياه. على سبيل المثال في عندي أنا هنا Color، نقطتين رأسيتين Red، إنه راح يصير لون التكست أحمر، هي محمد السيد. طريقة كتابة الـ Style تنقسم لقسمين، أول قسم وهي عبارة عن Property اللي هي خلينا نحكي الخاصية. بعد الخاصية لازم تكتب نقطتين رأسيتين، بعدين نكتب الفاليو، فقلت الخاصية هي كلام نقطتين رأسيتين والفاليو بدي اللون الأحمر. هذا السطر معناته Declaration Style، أنا بعرف تنسيق. من عندي الكيرلي براكت ستار والكيرلي براكت إند، يعني start و end، كل إشي بداخلهم ممكن نحكي عليه declaration block، إنه هذا عبارة عن block خلينا نحكي صندوق. طبعا المسميات هاي بس للتوضيح، هي مش مهمة كثير، لكن أنا بهمني تعرف عشان تعطي أي style. فلازم أختار أنا selector element وأفتح كل bracket، وبداخل كل bracket بضع بداخلها style بدي أسوي أنا color، background، هنتعرف عليهم شوي شوي خلال المحاضرات القادمة. في عندنا هسه ثلاث طرق لتنفيذ الـ CSS. أول طريقة عندنا إياها وهي inline. inline هي بتكون داخل صفحة الـ HTML. هسه إحنا عندنا هنا header 1، في الـ attribute بضيف شغلة اسمها style، بعدين يساوي، بعدين double quotation وبضيف الخاصية properties نقطتين رأسيتين، بعدين الـ value. تعال نجرب مع بعض. نفس طريقة الـ HTML، كل محاضرة راح يكون رقمها هون واسم المحاضرة. عندنا ملف الإندكس، عندنا الهيد، عندنا البادي، وفي عندنا داخل البادي في عندي مين، وفي عندي H1. داخل H1 راح أكتب هنا أتريبيوت اسمها ستايل، وأضيف هنا كلر، نقطتين رأسيتين، بعدين بدي أحكي مثلا بلو، نفس المثال شفنا، بسيف كنترول S، بعدين بعمل جو لايف. وهي ظهر عندي محمد باللون الأزرق. وهي أول طريقة إني أنا أطبق فيها الـ CSS باستخدام الـ inline. طب في طريقة ثانية؟ يس، في كمان طريقة، واللي هي عبارة عن internal. إيش يعني internal؟ داخل الهيد، هي الهيد، بداخلها بدي أضيف تاج اسمه style. داخل تاج الـ style بدي أنادي على الـ selector element H1، افتح هون الكيرلي براكت واكتب كلام بلو، يعني الانلاين انا بكتب بنفس العنصر باستخدام الاتريبيوت. الانترنال بروح على الهيد وبكتب داخل التاج اللي اسمه ستايل. تعال نشوف مع بعض كيف. اول اشي بدي اروح على الهيد، بداخل الهيد بدي اضيف هون تاج اسمه ستايل. داخل تاج الستايل بدي احدد الـ H1، بعدين اكتب كيرلي براكت وبدي اكتب هون كلام نقطة الرأسيتين، وبدي اختار مثلا جرين، هاي جرين اللون الاخضر، بسيف. وتعال نشوف النتيجه. اول شغله انتبهنا عليها انه لساته ظل لونه ازرق. طيب ليش؟ لانه هون بتيجي فكره الاولويه. ايش يعني الاولويه؟ يعني بحكي لك انه لما تكتب انت الاتريبيوت ستايل داخل العنصر له الاولويه القصوى، ما بتطلع على الستايل الفوق، لكن لو شفت الستايل هسه من هون مباشرة راح يصير اللون أخضر. طب إيش معنى كلامي؟ إذا أنت كتبت الستايل باستخدام الإنلاين راح تكون له الأولوية في التأثير. بعد الإنلاين تيجي الأولوية للإنترنال. طيب جد أسوي أنا؟ بدي أعمل هنا كوبي بشكل سريع. كيف سويت كوبي بشكل سريع؟ شيفت وآلت والسهم لتحت. شو قصدي بالسهم لتحت؟ سهم المؤشر في الكيبورد، مش عندك فوق يمين يسار تحت، تكبس على التحت. طب معي جهاز ماك، شيفت اوبشنال والسهم لتحت.
هاي بدي أعمل لك عليها كومنت، وهنا بدي أمسح الستايل. وخلينا نشوف هسا المفروض إنه يصير اللون أخضر. ممتاز، وهي ظهر عندي اللون أخضر. أتمنى تكون فكرة الأولوية صارت واضحة، إنه الانلاين الأولوية إله أعلى إشي. بعد بتيجي في المرحلة الثانية اللي هي الانترنال. طبعا ضفت لك هنا كومنت عشان في المراجعة يكون الموضوع سهل عليك. هاي في عندي هنا الانلاين وفي عندي هنا الانترنال. وبنيجي هسا لآخر طريقة وهي الاكسترنال، وهي الطريقة اللي بفضلها بشكل كبير. إيش هي الاكسترنال؟ أول إشي الاكسترنال لازم تنشئ ملف خارجي. هذا الملف ممكن تسميه أي اسم بدك إياه، إحنا راح نسميه ستايل عشان نبسط الأفكار علينا، لكن أنت ممكن تسميه أي اسم بدك إياه. بعدين .css كيف كنا نعمل .html بالضبط، نكتب هنا .css. هيظهر عندنا الملف بهذا الشكل، عندنا ملف اسمه style.css. برجع بأكد إنه كلمة style ممكن تعطي أي اسم بدك إياه. بداخل هذا الملف بدنا ننادي على element selector h1 ونعطي مثلا color blue. حرفيا بيشبه فكرة الانترنال اللي بيكون داخل الهيد، لكن أنا نقلته لملف خارجي. الميزة في هاي الاكسترنال أكيد طبعا رح يكون مشروعك كبير صح؟ فالمشروع الكبير رح يكون فيه ستايلات كثيرة، منطقيا بزبط كل الكود يكون داخل ملف واحد، حتى رح يكون صعب في القراءة. فإحنا بنقسم الملفات عشان تكون موضوع سهل، وأقدر أنا أسوي الصيانة في المستقبل بشكل بسيط، لأنه كل فكرة بمكان لحالها. نيجي هسه للسؤال المهم، كيف بدي أربط ملف style.css مع ملف index.html؟ بداخل الهيد في عندي تاج اسمه link، في عندي هنا hreference أو ممكن نحكي hyperreference، وبتحكي له أعطيني اسم الملف اسمه style.css. وبرجع بأكد كمان مرة تقدر تغير اسم الستايل لأي اسم بدك إياه، بس لازم تكتب هون الامتداد. الاتريبيوت الثانية وهي معناتها relationship، يعني إيش العلاقة؟ اختصار كلمة relation R-E-L هي معناتها relationship، يعني شو العلاقة بين الملف الـ HTML وملف الـ CSS style sheet، تنسيق. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة، فتعالوا نطبقها مع بعض. اتفقنا أول إشي إنه لازم أنا أنشئ ملف، هاي نيو فايل. نقطة مهمة برجع أكد كمان مرة، مش شرط تسميها ستايل، بس بدي أسمي ستايل عشان بسط الأمور أحيانا. ستايل دوت سي اس اس، بدي نادي على الاتش 1 وهاي كل براكت، بدي أحكي له كلا يلو، وهي سيف. بدي أروح على الاندكس، هيك رح يشتغل؟ قلنا لا، لازم نعمل إيش بالضبط؟ نعمل ربط. ففي عندنا شغلة اسمها لينك، تاج اسمها لينك، هيها لينك سي اس اس. انت حكي علي اول اشي relationship، العلاقة بين ملف ستايل مع الاندكس. عندنا هنا الهايبر ريفرنس اللي راح يكون عندي ستايل دوت سي اس اس، هي الديفولت إلها بعطيك ستايل دوت سي اس اس. حتطلع مضوي لك هون بقول لك اكتب اسم الملف اللي بدك اياه. اذا انت بسمي ملف غير ستايل بدك تكتب انا عندي هون ستايل، بسيف. والمفروض انه الاتش 1 هسه تصير لونها اصفر بالضبط، وهيها اشتغلت. هسه متاكد رح تسالني سؤال، وين راحت الاولويه؟ لمين الاولويه؟ اول إشي اتفقنا انه الاولويه القصوى لمين؟ للانلاين. بعدك بيجي عندنا الانترنال لاين. طب لو ضفت الستايل اللينك قبل الانترنال، خلينا نشوف قبل الانترنال، سيف، ظهر عندي اللون الاخضر. شو بتفهم هون؟ الترتيب إله دور في الأولوية. إذا خليت اللينك قبل الستايل معناته الأولوية لمين حتصير؟ للستايل. لكن إذا خليت اللينك آخر إشي هي كنترول إكس كنترول في، فرح يجي يقرأ الكود شغلة اسمها كومبايلر راح نشرحها لقدام، لكن هذا الكومبايلر هو اللي بيقرأ الكود. إجا يقرأ الكود بيقرأ بيقرأ بيقرأ، انتبه هسه هنا إنه الـ H1 أخضر. بعدين قال روح على الملف اسمه style.css وطبق الستايلات اللي فيه، فبطل له أولوية الانترنت. فركز على النقطة هاي، إنه إذا إجا اللينك آخر إشي فالانترنت ما بتكون الأولوية له، لكن إذا حطينا اللينك في البداية قبل الانترنت هيك راح تصير الأولوية لمين؟ للانترنت. ليش؟ لأنه حيطبق اللون الأصفر، بعدين هينزل لتحت يلاقي شغلة اسمها style h1 color green، هيعطي اللون الأخضر.
أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. من المحاضرة القادمة لنهاية دورتنا راح نستخدم الطريقة الأخيرة وهي الإكسترنال، لأنها أبسط وأسهل وكل الستايلات بتكون داخل ملف واحد. أتمنى كانت أفكارنا واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.